المشاهدين اينما كنتم، نلتقي اليوم في ليله طقسها جميل هنا في ملعب المباراه. وكالعاده معكم ساكون في التعليق على هذا اللقاء. وموعدنا اليوم مع مباراه ضمن ديفيجن رايفلز. من اجواء الملعب والمدرجات تشعر باهميه هذه المباراه، مباراه مهمه للمدرب يمكن من خلالها ان يجرب بعض الخطط واللاعبين وان يخرج بنتائج عظيمه واستفاده كبيره. والان مع فورلان راحت الى سامك سيما، يصل الكره ويبعدها في هذه اللقطه. تمريره ممتازه، هل تسفر عن شيء؟ نيمار، فرصة خطيرة مع نيمار، وصلت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. عنده خيارات كثيرة مبابي مع هذه المساندة، يبحث عن المساحة والمساندة، يقطع الطريق والكرة في مربع العمليات. يا لحيب الله على التمريرة، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوهو، الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. وهنا تحتسب حكمة المباراة ركلة حرة. كرة بتقطع بواسطة فان دايك. يوم خاص بالنسبة لهذا اللاعب حيث يلعب مباراة تلمئوية بقميص النادي. واضح أنه تأقلم في النادي بشكل جيد وهذا ما يساعد على الوصول لمباراة تلمئوية مع الفريق. تدخل رائع. الجماهير تطالب التسديد هنا. بامبي، فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. نيمار بيرسل لك كرة عرضية، ما زالت خطيرة بعد فشل في الإبعاد. الخطا موجود، تحتسب الان من مكان خطير سيهدد المرمى. يا الله، انظر الى استغلال الكرات الثابته بنجاح، حطها في المكان السلام. هدف التعادل اذا، النتيجه الان 1-1. تجاوز ممتاز. المراوغة تفشل في المرة الثانية بعد مساندة دفاعية تنتهي الخطورة. مرور سهل في هذه اللقطة، ممكن التقدم في هذه اللحظات. اعتراض حاسم في توقيت مثالي يمنع الخطر. فورلان، مساحات موجودة في الطرف يتقدم فيها في هذه اللحظة. زاوية التسديد كانت صعبة جدا، مجهود كبير في التسديد وبالتالي الكرة كانت قريبة من المرمى. كرة بتتشتت من فان دايك. سام ماكسيما، انطلاقة هجومية ممتازة، هناك العديد من الخيارات. سام ماكسيما، تدخل حاسم هنا في ال 18. تقطع لكوندوغان. كارلوس سولر، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة.
النتيجه الان 2-1 والكره تعود الى منتصف الملعب. يستعيد الكره مره اخرى. كادو ستولر يهرب الكره مر فيها انطلق فيها راح. مستحيل فعلوها مره اخرى. هذه هي العزيمه وهذا هو الاصرار في الهجوم. استحواذ كبير على الكره من جانب الضيوف في هذا اللقاء. هذه السيطره ليست صدفه، مجهود كبير من اللاعبين من المدرب. في رايي هم في الطريق لتحقيق فوز كبير اذا استمروا بهذا الشكل. هذا الانتشار، هذه السيطره تسعد هذه الجماهير بدون شك. شجاعة كبيرة في التسديد، شوف اللقطة، شوف اتخاذ القرار، لكن اللعبة عدت في اللقطة الماضية كانت قريبة من المرمى. ماريو باسانيتش اعتراض ناجح في توقيت مثالي. سام ماكسيمان فرصة يجب استغلالها في الهجوم المرتد. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع لاستغلال الكرة المرتدة. مبابي هجمة مرتدة رائعة كادت أن تنتهي بهدف. الله على التحرك السريع، على التحرك المثالي، كرة تدرس في المرة القادمة ستكون في المرمى. مهارة كبيرة في التمرير. ممتازة تسويبها. مستحيل كرة في المرمى. تعيد الأمل وتحيي الأمل وتشعل المباراة من جديد. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. تدخل سليم في اللقطة، بيخلص الكرة، بيبعد الخطورة. البحث عن كرة مرتدة. ماذا سنشاهد؟ أي قرار لحكمة اللقاء في هذه اللحظات؟ جارينشا والصافرة الآن تعلن عن انتهاء شوط المباراة الأول. نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. ويأتي التدخل مشاهدينا ويعترض التمريرة. جارث بيل قد تشكل خطورة لخط الدفاع. كانت فرصة هدف لكن التسلل ينهي كل شيء في اللقطة الماضية. كرة مع سيدورف. تدخل ناجح هنا لاعتراض الكرة. سام ماكسيمان تصل لجاريث بيل. جاريث بيل تصدي هنا لكن اللعب مستمر. انتهت الخطورة هنا. يا الله على التصدي الأخير. أي تصدي وأي تألق في إبعاد الخطورة. كانت فرصة مثالية من أجل تعديل النتيجة. جاريث بيل الكرة يفقدها بعد تدخل الفريق الآخر. ضغط كبير على فان دايك. وهنا المرور الناجح في هذه اللقطة. يا سلام على الدايفنج من حارس المرمى. يفقد الكرة بعد غياب في التركيز في التمريرة.
مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف الساعة الأخيرة. مجهود في منتهى الروعة، تسديدة جيدة، محاولة لا بأس فيها، لا يمكن بأن نلومه. كانت المساحة أمامه، قرر أن يسدد لكن لم يحالف التوفيق. حلوة اللقطة من مبابي، الله على روعة التدخل في هذه اللقطة. جارث بيل، تحرك ممتاز من نيمار، أكيد كانت النية وضع الكرة في الشباك، لكن في الواقع الكرة بعيدة عن الشباك. محاولة تنفيذ مثل هذه التسديدات يحتاج إلى مهارة ودقة. اعتراض هنا ينجح في هذه اللحظات، فرصة خطيرة مع نيمار، ضاعت الفرصة، كانت خطيرة، شوف كيف فكر فيها، حب يلعب للكرة، لوم جميل الكرة، لكن مرت، لكن راحت عالية من المرمى. خطيرة الكرة ما زالت، لكن الراية تعلن عن وجود حالة تسلل في هذه اللعبة. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل، هذه كيف تضيع؟ واحد على واحد، انفراد في اللقطة الماضية، كان ممكن التعادل لكن ضاعت الفرصة، مستحيلة هذه اللقطة. جارث بيل، ال15 دقيقة الأخيرة تشهد سيطرة الفريق الضيف على الكرة ومحاولات مستمرة على المرمى. أعتقد بأنهم قادرين على تسجيل هدف، يريح الأعصاب إذا استمروا بهذه الصورة. كرة بتروح للمنافس، راية ترفع مشاهدينا وتعلن عن وجود التسلل. كم في تسرع هنا في لعب الكرة، كم من قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. تدخل هنا لاستعادة الكرة مرة أخرى، نيمار بيعدي فيها، الله على المتعة. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة، الكرة تصبح مع سيطرة الفريق الآخر. نيمار، ويصوب، كرة بعيدة عن حارس المرمى، شوف حارس المرمى اللي لم يكلف نفسه أي عناء في التصدي للقطة، والكرة ما كانت فرصة بأن تدخل المرمى. لم يتبقى سوى 5 دقائق من عمر هذه المباراة، هدف واحد يفصل بين الفريقين. نيمار بيرسل لك كرة عرضية، محاولة رأسية مرت بجوار المرمى، ما الذي يحصل هنا؟ كرة تذهب للفريق الخصم، فرصة هدف، ويسجل هنا، قبل هدية حارس المرمى ووضع الكرة في داخل الشباك بدون تردد. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة، الله على كراتها، هدف لتأكيد الانتصار.